السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم نكمل الحديث مشاهدينا الكرام عن ما تتعرض له مناطق في محافظة ديالى من قمع وتهجير وتدمير وحرق لمدن وقرى بكاملها من قبل الميليشيات والقوات الحكومية التي دخلت بدوافع طائفية ولأغراض سياسية تسعى لعمليات تطهير ديموغرافي ولعمليات تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي وتهجير مستمر بذرائع منها محاربة الإرهاب، لكن الواقع يقول إن المتضرر الأول والأخير من هذه العمليات العسكرية هم المدنيون، الناس الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يسكنون في هذه المحافظة التي تتبع بلد ضعيف بلا سيادة بلا قانون تقوده الميليشيات وتتحكم بقراره الأمني وبقراره السياسي كذلك. هناك تجديد للقصف من الميليشيات الطائفية لقرية شوك الريم بقضاء المقدادية في محافظة ديالى بثلاث قذائف هاون، وهو الهجوم الثاني الذي يستهدف القرية في غضون 48 ساعة. أكدت مصادر حقوقية في المحافظة استمرار نزوح مئات العائلات من قضاء المقدادية باتجاه مركز المحافظة ومدن عراقية أخرى، حيث بلغ عدد العائلات النازحة نحو 540 عائلة. أوضحت المصادر أن 218 عائلة من قرى المقدادية نزحت باتجاه منطقة القاطون في بعقوبة، ونزحت 70 عائلة إلى منطقة حمرين، وهناك أيضا نحو 250 عائلة نزحت إلى قضاء خانقين، ونزحت عائلات أخرى إلى كردستان العراق ومناطق أخرى أبرزها بغداد وصلاح الدين. هجمة شرسة متعمدة بدوافع طائفية ومحاولة لإثارة الفتن والصراعات بين المحافظات العراقية ومدنها من قبل هذه الميليشيات والقوات الحكومية المتواطئة والضعيفة في نفس الوقت. نود مع حضراتكم الآن أن نتابع التقرير التالي الذي يتحدث عن جزء من هذه المأساة التي تشهدها محافظة ديالى. لا يعلم هؤلاء النازحون من قرى المقدادية في محافظة ديالى لماذا باتوا مشردين في مناطق أخرى، كل ما يعرفونه هو أنهم نجوا من موت محقق. مئات العائلات المنكوبة من قرى نهر الإمام وشوك الريم والعامرية وبقية القرى حطوا الرحال في مناطق أخرى مختلفة من مدينة بعقوبة مركز المحافظة. ليلة دامية تم خلالها ارتكاب أبشع الجرائم بحق سكان تلك القرى نفذتها الميليشيات والعصابات المسلحة الموالية لأحزاب السلطة بدوافع انتقامية وأخرى طائفية وفق ما يروي السكان، بينما اتخذت القوات الأمنية الرسمية المنتشرة هناك موقف المتفرج. يعني حتى المجوسية ما تسويها، يجي القمر يضربه كتلة، طفل عمره سنتين مثل 3 سنين كتلة هو نايم، ما حد مسويها قبل. يشاط خالب الليل وكتلوه والكتلوه كتلوه ويحرقوا لنا بيوت وبساتين وحلالنا مباق ونقارينا فدنوب. 35 سيارة احترقت، عندك 70 بيت، عندك الحلال بالـ200 انعجم عدا الهوش، يعني كل هاي راحت على مال من؟ بعد حادثة مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين في قرية الرشاد من قبيلة بني تميم على يد تنظيم داعش وفق بيان رسمي، شنت الميليشيات وبعربات عسكرية حكومية هجوما داميا على السكان في القرى المجاورة، محملة إياهم مسؤولية جريمة قرية الرشاد، لتستباح القرى في مشهد وحشي قل مثيله. احنا قاعدين بالبيت ما نحس الا رمي وعلى القريه قصي. ردنا نفتهم شنو الشغله ما ندري. طبوا للبيوت قاموا يحرقون يقتلون ما ندري. طلعنا احنا من البيت عفنا النسوان بالبيت خو ضاربين اختي ضاربين امي ضاربين، يعني ما مخلينا اخويا الصغير رايدين يسحبونه من عتني ويقتلونه. يعني على مال من احنا اقول لك على مال من هيك يصير بينا. طبوا للبيت مالنا. رادوا يقتلون ابويا قول الله خلصنا. جانا قائد عمليات قول الله خلصنا من هذول الميليشيات. يسمونه فطسونا بالاخمسات، سوانا مثل الطابه، واحد ذبح على الاخر. بالاخمسات، انا وابويا فطسونا، حلالنا خذوه باقوه، حرامي هذول، كل شيء ما خلوا علينا، نهبونه، ذهبنا فلوسنا، كل شيء ما خلوا علينا. كتلونا الله وكيل كتلونا.
عمره سنتين طفل يكتلوا يذبح بالمشروع مالوي. كتلوا ايه كتلوا، واحد سقط مكسوسه رجله، جارنا مكسوسه رجله، والوليد بالابنه ما على القريوله، الزموه وقتلوا الوليد وقتلوه وخلوه، قتلوا الوليد وقتلوا الشايب، واحد مكسوسه رجله، اقول مكسوره رجله ومجابرينه على القريوله المسمور، الزموه حطوا طلقه به وقتلوه. جهال قتلوا ما خلوا هانونا مصلخين جونا. إعدامات فورية وانتهاكات للحرمات لم تستثني أحدا من سكان قرى المقدادية، وحرق للمنازل وسرقة للممتلكات، جرائم ميليشياوية انتهت بفرار من بقي حيا من الأهالي، بينما الصمت الحكومي مطبق. كل ذلك وغيره الكثير يحدث في عراق أحزاب السلطة. تابعتم تقرير مشاهدينا الكرام. يتحمل المواطن العراقي الفشل الأمني والطائفية اللي ترعاها هذه الميليشيات واللي تحاول تنشرها وتعممها في العراق، إلى يتحمل الإخفاقات الأمنية، يتحمل موضوع أنه الإرهاب موجود بالعراق وإحنا دنحاربه. طيب إحنا المواطنين العراقيين شعلينا بفشلكم، ليش تحملونا فشلكم وإخفاقكم وترجعون اللي دي يصير بيكم على المواطن، بدل ما أنتم تستعرضون عضلاتكم على المواطن؟ ليش ما حميتوا هذه المدن والقرى والمحافظات من هذه التنظيمات المتطرفة؟ ليش لعد أعلنتوا النصر في عام 2016 والعبادي سوا عرس؟ إذا أنتم مو قدها ومدى تقدرون تنقذون العراق من هذه التنظيمات الإرهابية؟ وبالإضافة إلى هذا، شنو فرقكم عن داعش؟ هذه الميليشيات نتحدث عنها، شنو فرقها عندما تقتل الأطفال، عندما تعتدي على النساء، عندما تقتل الرجال، تسرق البيوت والحلال الناس وتهدم المنازل وتحرقها وغيرها؟ ما شنو اختلفتوا أنتوا عن داعش بتصرفاته والاعتداءات والانتهاكات اللي يرتكبها داعش؟ عندنا السيد أحمد من ديالى، أحد شهود العيان، يتحدث لنا عن ما جرى في قراهم ومناطقهم. حياك الله سيد أحمد. مرحبا بك، كل الهلا بك. الله يسلمك. يعني أتمنى من حضرتك تعطينا فكرة، يمكن حضرتك سمعت الناس اللي تحدثت بالتقرير عن الاعتداءات الميليشياوية والانتهاك، أطفال قتلة ونساء اعتدي عليها، الرجال باقوا حلال الناس وفلوسهم وغيره، حدثنا عن اللي صار لو سمحت. أنا أولا أتكلم لك بحق وحقيقي. نعم. أنه اللي حدث في قرية الهواشة وقرية نهر الإمام، نعم، كل البراء متبرئين، أهل الهواشة اللي ماتوا واللي انقتلوا من بني تميم أبرياء، نعم، واللي انقتلوا من نهر الإمام أبرياء، نعم، كل البراء من هذا اللي حدث. هذا اللي حدث هو فوق قدرة بني تميم وفوق قدرة نهر الإمام. طيب شنو ذنبها نهر الإمام يحدث حادث وإحنا مقتنعين وبني تميم مقتنعين إنه هذا الحادث خارج عن طاقتنا وقدرتنا؟ عندهم كاميرات حرارية. نعم. عندهم كاميرات حرارية أربعة. من اللي طفى الكاميرات الحرارية قبل أن يحدث الحادث بساعتين؟ نصفان كاميرات على مدى 20 كيلو. نعم. تكشف شلون ما كشفت نهر الإمام اللي تبعد 5 كيلوات عن قرية الهواشة اللي انقتلوا، وشلون ما شافتهم الكاميرات الحرارية إذا عندهم كاميرات ومعطينا؟ نعم. الجهات الأمنية. أما أنه قرية نهر الإمام هم يعرفون بني تميم أنه إحنا متعايشين، قرى متعايشة صار أكثر من 100 سنة في هذا المكان. نعم. ماكو أي شيء بيننا وبينهم. هم يعزوننا ويحترموننا، ونفس الشخص اللي طلع وادعى قال إنه قرية نهر الإمام هل كبرها ما تقدروا لها؟ هو أي. هذا كان قاعد قبل أسبوع أو أسبوعين ويانا ويبوس بينا ويقول أنتم خوالي، وفعلا إحنا خوالي، ماكو هذا الشيء بيناتنا. سيد أحمد طالما الرواية اللي حضرتك تتفضل بها بهذه الطريقة، ليش الميليشيات تحاول نشر فكرة أنه الذنب اللي صار بالرشاد تتحمل قرية نهر الإمام؟ ليش دا يريدون يلقون باللوم عليكم ويوقعون ناس بناس؟
اسال بني تميم انه قل لهم انتم يا بني تميم متاكدين من الحدث بيكم اللي صار بيكم متاكدين من عنده؟ انه نهر الامام قريه المهداويين هم اللي سووا هذا الفعل بيكم؟ زين بعدين جلتوا كرد فعل وهجمتوا كما قال المحافظ يكون رد فعل، لان الارهابيين جو من قريه جو من المخيسه اللي تبعد 20 كيلو عن قريه الهواشه. نعم. زين انت ما قدرت تكشفهم من جو 20 كيلو على بعد 20 كيلو ما قدرت تكشفهم، زين ليش خليتهم يهجمون؟ ليش القوات الامنيه تمشي وياهم وامامهم يقتلون ويدعفون عليهم بكل صنوف الاسلحه القوات الامنيه؟ بكل صنوف الأسلحة، وأنا عندي صور أشوف شلون القوات الأمنية هي اللي تطلق النار في الهواء. يا ريت طبعاً حنتواصل ويا حضرتك حتى ترسل لنا إياها. عندي سؤال لك سيد أحمد، عرضنا مقاطع لناس لناس قالوا من قرية نهر الإمام، طلعنا استنجدنا بالقوات الأمنية قالوا ما نقدر نساعدكم، لعد شنو دورهم؟ نعم هذا صحيح، والله هذا صحيح، ما يقدرون لأن ذولاك سلطتهم وأوامرهم من أعلى من سلطة الجيش. تقصد الميليشيات؟ أي ما نعرف ميليشيات، أعرف إلى الجيش ما يقدر يرد واحد شنو معناها. نعم. إلى أبو التكتيكي ما يقدر يرد واحد، إلى الآخر للصنف الآخر ما يقدر يقول للواحد روح. يجي عليك يقول لك انهزم من هنا، هو يدليك بالقوات القوى الأمنية والجيش ولا يدليك من يقول لك انهزم على البستان ترى راح يقتلوك. شنو هاي؟ شنو هاي؟ إلى أبو القوات الأمنية هو يضرب فوق رؤوس الناس وفوق بيوت الناس ويأمن البيوت، يأمن البيوت حتى يحرقوها. نعم. يعني صايرة دائرة، يأمن يفتر يطوق البيت ويقول لهم ادخلوا حرقوا البيوت. يعني يصير هذا؟ سيد أحمد، بعض الروايات الحكومية هسه اللي دا تطلع تصريحات أنه القرى في محافظة ديالى بالمقدادية وغيرها الوضع بيها مستتب والناس دا تطلع بإرادتها، هذا حديث مسؤولين حكوميين، ردك على هذا الكلام؟ والله مو صحيح، والله مو صحيح، الهوانات تضرب ويعطوهم أخرجوا حتى حاليا بس نار الإمام لا تحت الضرب وتحت القتل وتحت السلاح وتحت الأطبار، حتى أدل لك شلون يطبرون بالسيوف. نعم. يطبرون بالبشر، يطبرون تطبير. يا ريت يا ريت يقتلون، وشوفك القوات الأمنية شلون تضرب فوق المواطنين. نعم. عرفت؟ يعني ما ضربت القوات الأمنية المواطنين بس تضرب بالهواء فوق حتى ترعبهم حتى يسيطرون القوات الأخرى اللي وياهم اللي جاي بيها. ها؟ نعم. جاي بيها. ناس شنو اللي نبها؟ ليش تحرقون البيوت؟ رد فعل بشر سوال ستة مو البشر كنت بشر، ليش تحرقون البيوت؟ ليش تحرقون السيارات؟ ليش أخذت الحلال وكأنما أصحابه هم كأنما أصحابه أخذوا راح كل ميت راس غنم والهوش والهذا كله أخذوا ليش؟ شنو ذنبها هاي الناس؟ وإحنا أهل، إحنا وبني تميم أهل، إحنا ما أبد بس الهوى بيننا وبينهم. نعم. إحنا وبني تميم ما عندنا شيء، يعني لا اقول اخاف احد يتصور انه اكو سوابق واكو كذا، بس اكو جهاد دا تريد توقع بيناتكم، دا تريد تثير بيناتكم الصراعات. هو هذا الصحيح. وانا اناشد بني تميم، انا اقول لهم احنا خالو بنقد، ليش يصير هذا الفعل اللي ليش تقبلوه؟ ليش تقبلون من شبابكم او من قراكم حتى يحرقون كاميرات بعيوننا نشوفهم يجون من قراكم ويهاجمون قرانا؟ ليش تقبلون لهم؟ انت يا كبارهم، انت يا مصطفى، انت ابن اخت المهديه، ليش يا مصطفى يا شيخ مصطفى مو تدعي بالخاله والاخوه والدم والجيره؟ مو الله تابع جار، مو احنا جيرانكم عتبنا عليك، ليش هيك يا مصطفى؟ وهذا انت لما نقول قريه الكبرها وقدام الاعلام وهذا تحريض على القتل وبالفعل قتلت هاي الناس الابرياء، شنو ذنبها يا مصطفى؟ وانت ابن اختنا وانت خالنا وانت جارنا وانت دمنا وديننا ولحمنا، ليش هيك؟ ليش هذا العتب احنا؟ ليش تحملكم الجهات الامنيه والميليشيات اخفاقها الامني؟ يعني ما قدروا يحافظون ويحمون مدنكم وقراكم من داعش، قاموا هم اللي يهجمون عليكم ويسوون بكم اقسى من ما يسوي داعش. نعم صحيح. ليش؟ نعم صحيح اكثر. انت تدري بقريه 12 واحد عندنا قتله، احنا كثير من عندهم اطفال عمره واحده، بنيات اثنين عمرهم واحده 4 سنين واحده 5 سنين. نعم. ليش؟ هذا شو مسويات؟ هذا ارهابيات؟ هل هن ارهابيات؟
الشايب اللي عمره 90 سنة هل إرهابي 80 سنة؟ أنا أسألك هذا السؤال. نعم. تسألني بالنتيمين خواننا. ليش خواننا؟ ليش أنتوا؟ ليش هيتي؟ يعني حين عليكم العشرة هاي ال 200 سنة إحنا عايشين وياكم هيتي هينا عليكم؟ ليش أجرتونا؟ وين نروح احنا هسه؟ الضعف وبطاشين بالعطاشين مغبرشين الحدائق ونايمين لا فراش ولا بطلع نبقشاديتنا لوج على شنو؟ على شنو؟ شنو بيننا وبينكم؟ ها؟ بيناتنا سارات سابقة؟ ما بيناتنا سارات سابقة؟ كلنا نعيش بهالعراق العظيم هذا العراق الحلو الطيب. نعم سيد أحمد. سيد أحمد، قرية نهر الإمام الآن فارغة تماما من ساكنيها بحسب قائم مقام خانقين. ولا نفر. ولا نفر. ايش عندهم بعد؟ ايش عندهم؟ ايش عندهم بعد الامن بيها والميليشيات ودا يضربون ويحرقون اذا ماكو احد بيها؟ لا تسليب ونهب. تسليب ونهب. نهب رحنا اليوم راحت النسوان راحت ما خلون تلم الطب. راحت النسوان جابت اللي قد كل شيء ماكو حتى البطانية شاليها دوشك شاليه كل شيء ما مخليه بس الشيء الماي شال ما مبطينا. دولة حرامية. دولة مو حماة اعراض ولا حماة. دول حرامية. احنا نقول احنا ما نقدر نقول عليهم حرامية. ما نقدر نقول عليهم حرامية لكن هم حماتة يفترض عليهم. انا اقصد على الجهات الامنية الشعر. الجهات الامنية اللي وظيفتها تحمي الناس واملاكهم. بعد منو ديبوق اذا هي هاي بحمايتهم؟ هم انا اقصدهم. ثاني هم اقصدهم اقول لهم المفروض تحمونا. نعم. هذا اللي عندي وبارك الله بي. شكرا جزيلا سيد أحمد من ديالى أحد شهود العيان. كان المفروض أيضا مشاهدينا الكرام يكون ويانا اليوم شقيق أحد الضحايا بسبب الهجمة الميليشياوية الغادرة على قرية نهر الإمام، لكن حقيقة مفجوع بأخوه وحالته النفسية تعبانة جدا ويعني عصبي ومنهار، واعتذر عن المشاركة ويانا، وإلا كنا حقيقة نستفيد من نسمع رأيه وشهادته أيضا فيما يحصل. سمعت الحديث من السيد أحمد من ديالى، يعني والموضوع كأنه مخطط له ومدبر أنه يوقعون عراقيين بيناتهم عشائر بيناتهم ويحملوهم إخفاق الحكومة بأجهزتها الأمنية وهاي الميليشيات اللي تدعي أنه هي حماة الأعراض بين قوسين خليها لأنهم ما لهم أي صلة بهذا التوصيف، يحملوهم الفشل والإخفاق الأمني اللي دمر المحافظات العراقية اللي شرد أهلها اللي باقت ممتلكاتهم بسببها، يحملوها ويذبوها برأس العراقيين ويحاولون يوقعون بين الناس ويحاولون يثيرون فتن ويحاولون يثيرون الطائفية. ومثل ما سمعته السيد أحمد من ديالى قال احنا ما بيننا وبين عشائر بني تميم اللي ساكنه بعد بيناتنا كيلومترات بسيطه، ما بيننا وبينهم غير الهوى، ذولا اخوتنا وكذا، ويعتب عتب الاخوه. لكن ذولا اللي الميليشياويين الطائفيين اللي دي يحاولون يستغلون اخفاقاتهم بالسياسه وبالامن وغيرها وسرقاتهم وفسادهم، دي يحاولون يعكسوه على المجتمع حتى يثيرون بيناتهم الصراعات ويكونون هم الطرف الأقوى، يقسمون المجتمع يفتتوه عن طريق إثارة الفتن والنعرات والخلافات والصراعات، وهم اللي يبقون الأقوى. فرق تسد يعتمدون هذا المبدأ بعد ما فشلوا في كل شيء في العراق طيلة 18 سنة، دي يستخدمون هاي الأساليب الغير آدمية في التعامل مع الإنسان العراقي. معنا اتصال السيد محمود من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله يا هذا كارثة، هذا كارثة مال ديالة. نعم. والله المخبط له علم، والله قايد عمليات له علم، والله قايم مقام له علم، والله. نعم. واللي بدأ بيها لو 38 ميليشيات، وأنا قلت لكم بيها من عام الأول، قلت. نعم. لكم إيه هذه رايحة تصير من خانقين إلى شلون لعبوا فينا بالموصل ولعبوا بالرمادي بينا، ما يلعبون هم اخواننا الجنوب، شلون لعبينا نور المالكي بس انا هم راح يلعبيها المنقادي. هذه مخططه قاعده طيارات مسيره لايران، قاعده مسيره مثل ما يقول الى البصره، يوم يبدون يعني الجيش ما يقدر يطلع يفك هذا العوائل
ما يقدر كلهم ما عندهم والله غير عملية له علم والله هو محافظ له علم بس ما حد يقدر يفك اسمه قال الجندي قال الجندي يحكم عزل من عقيد سني هذا احنا ومثل عرف هذا العاملي عراقي له عقيد هذه ايه هذا كان يكاونه بالبيكيسي هذا بنفسه اكتاونه يطلع عطفالي هذا الاطفال شنو ذنبهم طيب شنو ذنبهم للاطفال بس رأي العمومية مؤسسة مخرطة للحرس الثوري قاعدة مع الصواريخ كان يلعبون بينا كيفه وأنا ممنون وشكرا شكرا شكرا جزيلا سيد محمود بن الموصل ويانا السيد أبو عراق من الفلوجة تفضل يا أبو عراق السلام عليكم أخوي سالم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله والله أستاذ محمد هذا بالنسبة هاي اللعبة ما تنتهي هاي طابع حد يقول لك راح تنتهي ما تنتهي هاي واحدة تجر واحدة أستاذ محمد هذا أولا هذا فشلهم بالانتخابات فشل الحكومة أخرى ثانية خاف أحد يقول لك هاي الميليشيات واحدة لا عم الحكومة وياهم أنبتهم ولا أنتوا وين كنتوا يوم انطبوا مع حماية المواطنين كانوا دي يظهرون ببغداد على المناصب اي هو امشي الكراسي استاذ محمد بس انا عتبي هسه عتبي استاذ محمد مو على الحكومه عتبي على المراجع الدينيه انت الكربلاء بطلع احكي اريد بس ومرجع ديني يطلع هسه يقول دم المسلم على المسلم حرام اتحداه يقول انا مرجع ديني ونسبي النبي محمد خلي يطلع يقول دم المسلم على المسلم حرام اتحداهم عندي سؤال لك عوفك من هذولا اريد اسالك ذولا اللي يمثلون هذه المحافظات سليم الجبوري بالانتخابات السابقه مو هاي اللي قبلها رفع شعار دياله هويتنا ايش حقق لدياله ايش سوى وايش قدم لدياله هو والسياسيين اللي اسمهم سياسي السنه اللي محسوبين على هاي المحافظات المنكوبه ايش قدموا لمحافظاتهم وهي تباد واهلها يهجرون وتسرق ممتلكاتهم ويقتل اطفالهم ونسائهم يعتدى عليهم ايش قدموا لهاي المحافظات اليوم استاذ محمد اذا سمحت لي تفضل انا ترى من اقول لك ميليشيات ما اقصد ميليشيات بس من ايران ترى عندنا بالمناطق السنيه ميليشيات اكثر من عندهم هم اللي حاولوهم طبعا بقول لك نعم والله اول ما ساعدوهم هم السياسيين السنه اللي يطلع بالانتخابات راجع الحسابات مال الصقلاويه ومال الرزازه تابعها الوحده واحده نعم شنو اللي خدموا النبي يلا مال الصقلاويه اللي دفنوهم بالشبرات وينهم؟ لين يطلع يحشون نعم لين يطلع يسولف عم ذولا استاذ محمد اذا سمعتني تفضل ذولا جاي يصارعون على الكراسي عمي مو بحال الشعار والشغله الثانيه اذا سمحت لي استاذ محمد تفضل ابشرك هسه بلشوا قام يحطون سم للمرشحين سم راجع الحسابات كم واحد سماه شوف شوف تصير شوف رأي ان شاء الله الله يجعل بأسهم بينا شكرا سيد ابو عراق ويانا السيد محمد من الانبار تفضل يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا محمد وياك اسمعك تفضل سيد محمد من الأنبار فقدنا الاتصال ويا سيد محمد من الأنبار عندنا رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم أبو حاتم من الموصل تحية طيبة للجميع أستاذ محمد العراق يحتاج للكثير أولا يحتاج لثورة كبرى شبابية مستقلة عراقية بحتة بعيدة كل البعد عن الأحزاب والتحزب وضمان إنجاح الثورة مكفول بالوقت وتأخذ دورها بتشكيل حكومة مستقلة من ذوي الكفاءات العالية العراقية حان وقت تنفيذ الثورة عاجل بدون تأخير وإلا يبقى العراق في هذا الغرق الفسادي 4 سنوات أخرى
ومن الله العون والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد من الأنبار مرة ثانية يعاود الاتصال، تفضل يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد محمد أعتذر منك، صوتك غير واضح، غير مفهوم تماما، هناك مشكلة بالاتصال، أرجو منك تعاود الاتصال مرة أخرى أو إحنا نخابرك إذا كان صعب أنه تخابر. هناك طبعا بعض المشاركين يحاولون الاتصال عن طريق الواتساب، نقول لهم أنه خدمة الواتساب متاحة للرسائل فقط، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا عن طريق إرسال رسائل مكتوبة سنقرأها إن شاء الله، هذه الخدمة موجودة، والرقم الواتساب أيضا يظهر أسفل الشاشة. اللي ما عنده قدرة أنه يخابر بإمكانه أنه يكتب لنا على الأقل على الواتساب وإحنا إن شاء الله نتصل به. طبعا مسؤول في شرطة محافظة ديالى مشاهدينا الكرام أقر أن ميليشيات شنت عدة هجمات على قرى نهر الإمام والهواشة والميثاق الأولى والميثاق الثانية والعامرية، تخللتها انتهاكات واسعة خلال الأيام القليلة الماضية بما فيها عمليات إعدام ميدانية تحت مسمى الثأر العشائري، وتم قتل مدنيين وحرق منازل وحقول زراعية وسيارات. ليش؟ يعني انتو دا تقولون دا نحارب داعش، القوات الأمنية دا تقول دا نحارب داعش، طيب ليش تحرقون ممتلكات الناس؟ ليش التخريب؟ ليش تهجرون الناس بالقوة؟ ليش تطردوهم وتسرقون ممتلكاتهم؟ لماذا الاعتداء على الأطفال؟ لماذا قتل الأطفال؟ لماذا الاعتداء على النساء؟ عرضنا في أكثر من مقطع اليوم في قناة الرافدين، بإمكان حضراتكم أيضا تشوفوه عن طريق موقع الفيسبوك واليوتيوب وفي برامجنا اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لنساء من ضمنهم نساء مسنات كبار بالسن تم الاعتداء عليهم من قبل هذه الميليشيات والقوات الأمنية. شنو دور ذولة اليوم اللي دي يقولون احنا اللي دي نوفر الأمن للعراقيين؟ شنو دورهم؟ ليش ما نشوفهم فعلا يحمون العراقيين من خطر التنظيمات المتطرفة أو حتى الميليشيات؟ وشنو فرق الميليشيا عن داعش؟ ما فرق الميليشيات اليوم اللي موجودة بالعراق عن هذا التنظيم؟ نفس الشيء، حرق وتخريب وقتل وتهجير، ما الفرق؟ إذن مصطفى الكاظم اللي دا يطلع يغرد ويتكلم عن مشكلة قرية الرشاد فقط ولم يذكر ما حدث في قرية نهر الإمام وقرى أخرى من محافظة ديالى، تعرض أهلها للتهجير وتعرضت هذه القرى للتدمير والحرق وتجريف البساتين وغيرها. ليش الحكومة ساكتة عن هذه الانتهاكات؟ معنا اتصال. السيد أبو شيماء من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ محمد، ترى كنا أتفاهى كلامكم ما بالشورى، يعني بالنسبة ما أكل أمام الإشيات، من إشيات دفعت عن العراق ومن إشيات حمد وين 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 الناس، نساء وأطفال وين؟ هجروا وتم قتل أطفال وتم الاعتداء على النساء. يا حماية يا أخي، يعني إذا إحنا إذا أنت ماذا تصدق بكلامنا؟ ماشي، الناس اللي طلعوا بالضيم وبالقصف وبالرصاص وبالاعتداء، ذول اللي يحجون واللي فقدوا أبناء وآباء وإخوة وأزواج وكذا، ذول شنو هم كذابين يعني؟ أستاذ العزيز، بالنسبة للي هي هتذول خطيهم ناس، هم راحت ضحايا وراحت أبياء، يعني طيب. هي شو سوي يعني؟ مو شرط إنه ناس ذولة، أكو ناس أبياء يعني صحيح ويا كاني، وأكو ناس راحت. أي. بس ما نحكم على العالم يعني كلها موزين أو الحشد موزين. سيد أبو شيماء، سيد أبو شيماء، الناس بقرية نهر الإمام يقول لك صار هجوم، الحكومة تقول صار هجوم مال داعش على قرية الرشاد، تمام؟ اجتي الميليشيات والقوات الأمنية طبوا على قرية نهر الإمام، يا بنتوا السبب، قصفوا القرية، دمروها، قتلوا الناس وقتلوا أطفال واعتدوا على النساء وهجروا، اليوم قائم مقام خانقين موظف رسمي بالحكومة يقول قرية نهر الإمام فارغة تماما، ما بيها ولا بشر، وطابين ذول الميليشيات والقوات الحكومية يقصفون ويحرقون بيوت. ليش؟ وين حماية العراق؟ وين حماية الناس؟ أستاذ العزيز، أولاً لولا ناس قريبة على ناس وردة فعل صارت، بس الميليشيات ما لها علاقة، الحشد هو الحشد، شو العلاقة؟ هو من الطب للقرية؟ من الطب للقرية؟ من اللي دخل القرية؟
منو اللي دخل القريه؟ الاهالي المنطقه حبيبي من الاهالي طبوا مو هذا الحكي يا اخي. هذا العامري هذا العامري هذا العامري بنفسه راح القريه الرشاد وقاعد يتوعد. ثم بالاضافه الى هذا قوات امنيه وشهود الناس اهل المدينه اهل القريه قالوا طبت سيارات حكوميه ترفع رايات الحشد. انت ايش تحكي سالم عزيز؟ مو كلهم يعني الله يخليك يعني جو قوات اسناد المنطقه جو اسناد قوات المنطقه. انا ما اعرف يا ما اعرف يا سيد ابو شيماء ايش وقت حضرتك حينكسر قلبك على النساء والاطفال اللي دي يقتلون بلا ذنب على العراقيين على العراقيين اللي دي يتعرضون لانتهاكات من قبل الحشد وما تريد تعترف. الناس دي يقول الناس اهل القريه دي يقولون الحشد طب ايش تريد بعد شهاده اكثر من هيك؟ استاذي حبيبي ذول بن كميم الراحوا يعني ما اقول لكم كثرت عليهم بس ذول اللي احتقوا بيوتهم منهم شيعة بن كميم شو ما حد انقلب شو ستة انت سمعت انت سمعت بس اسمح لي انت سمعت الحديث مع السيد احمد من ديالة هذا من قرية نهر الامام سمعت ايش قال؟ ايه سمعت حبيبي استاذ محمد قال بني تميم اخوتنا واللي صار لهم ياذينا مثل ما احنا تاذينا وماكو فرق بيننا وبينهم بس الهوى. يعني شلون تريد تتهم الناس وتذب هاي الطائفيه بالنص الشيعة وما الشيعة؟ منو جاب طار الشيعة بالموضوع؟ فقدنا الاتصال. ليش هاي المحاولات الدائمه المستمره لاثاره الفتن الطائفيه؟ الرجل اتصل السيد احمد من ديالى شاهد واحد المتضررين من هذا الانتهاك الميليشياوي اللي صار في قرية نهر الإمام وقرى أخرى طبعا كثيرة وقال بأنه يعتب على بني تميم جيرانه وأخوته العشائر ويقول لا تنجرون وراء هذه المحاولات اللي تخلينا نتضارب اللي تخليكم تضربون اللي تعتدون علينا بها. هذه المحاولات ابتعدوا عنها، احنا أخوة واحنا نحبكم وانتم تحبونا وبيناتنا صلة قرابة وبيناتنا مسافة بسيطة وما يفصلنا عن بعض غير الهوى وكذا من هذا الكلام الطيب. وهم في أشد الأوقات الصعبة في أتعس اللحظات ويتحدثون بهذا الخطاب. ليش أنتوا تجون أبو شيماء وغيره تتكلمون وتذبون شيعة والسنة بالموضوع وتحاولون تثيرون الفتن والطائفية والصراعات بين المجتمع؟ معنا اتصال السيد حسين من كربلاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. خويا كل هذه الأحزاب هي وراء هذه جرائم الحرب التي اقتربت مؤخرا في ديالى. نعم. على الإمام وفي بقية عشرات القرى من خلال الأجنحة الفاسدة الخارجة عن القانون. نعم. صدقني وعلى رأسها الحج الشعبي. وكل قادته الخارجين عن القانون هؤلاء مفسدين الزعتدي على القرى وعلى العوائل والاعتداء عليهم والقتل الأطفال والاعتداء على النساء هذه جرائم حرب ولقادتها قادة من الميليشيات تحز الشعبي هذه الميليشيا المفسدة المهينة المذلة بس أريد أن يكون يسمعون بغاية الحرب سيد حسين اعتذر منك صوتك غير واضح دي بمشكلة يبدو ارجو منك تعاود الاتصال بينا مرة ثانية. السيد ابو عمر من الناصرية تفضل. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة طبعا انا اشكر الراقدين يعني دائما سبق بالحديث وانا اشكركم وهو اشكركم عمي. الله يسلمك حياك الله. شلون؟ بالنسبة للديالة يعني احنا دوما نبقى يعني نبقى شلون؟ ابو عمر نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون بس لو سمحت. العفو عمي بالنسبه هاي الميليشيات يعني ما خلت على حالنا حال كله قتيل وكله دمار. نعم
سمعت عمي نصي التلفزيون عفوا. سيد ابو عمر، سيد ابو عمر سمعت، سمعت ابو شيماء ايش قال؟ سمعت ابو شيماء ايش قال؟ نعم. ابو شيماء، ابو شيماء يقول، ابو شيماء يقول ليش دائما تحجون على الحشد؟ ليش دائما تجيبوه بالطاري؟ هو منو اللي يرتكب انتهاكات اليوم غير هاي الميليشيات؟ اه لا طبعا بالنسبه العفو بالنسبه اي وياك بالنسبه لابو شيماء هذول اولا هذول هذول جوله مال ايران حبيبي هذول جوله هذول 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 اجوا هذول اجوا للتخريب ما اجوا للتعمير يعني يعني وعود وعود كلها 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 كاذبه كاذبه الحكومه وين وين جات عنهم الحكومه ليش هجروا هجروا مال خانخين نعم سووا هذا الشيخ هذا هذا العامري وخطف الشيخ وبعدين هده يعني احنا لوين نبقى هالشيء يعني هاي حياتي يعني ماكو يعني ماكو دوله هالشيء ماكو دوله حبيبه ماكو دوله حكومه لا هذا الاسكابومي لا غير الاسكابومي يعني ماكو كلهم دول عملاء دول اجوا تخريب الوطن ما اجوا تعمير الوطن حبيبي كنت ما شفنا من عندهم دمروا الدمار نعم دمار دمرنا والله كيان يعني دمار دول 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 توابع هو اللي بيع هو اللي بيع هو اللي بيع وطنه هو اللي بيع وطنه عنده شرف عنده سؤالك سؤال اللي بيع وطنه عنده شرف هو ما عنده شرف حبيبي صحيح اي واحد اللي بيع وطنه ما عنده شرف هم مش عبالهم يعني هم هسه عبالهم هاي يعني هاي هاي زين عندهم ما انتخبوك يا اخي ما في انتخابات ما انتخبك يعني هو انتخبك انا يعني شنو الميليشيات شنو يعني مستهترين يعني هذا كلام الدم كذا يعني حمام الدم يعني دام مستمر هاي هاي دوله هاي بالنسبه مع الاسف انا اقول مع الاسف مع الاسف والله مع الاسف على يعني مع احتراماتي مع مع احتراماتي للعشائر مع اكو عشائر طيبه اكو عشائر لا يعني سخيفه العشائر اكو عشائر وياهم نعم قالوا لا صح اي اكو عشائر وياهم قالوا لا ليش تجي شوف السودان نعم هذا السودان كلهم كلهم قاموا قومه واحده حطوا شهداء هم هم عندهم ثوره قالوا لا احنا اين ثورتنا اين ثورتنا يعني ينتقبوا بالدياله لازم لازم ابو الجنوب لازم ابو الجنوب يرجع قالوا لا ينتقب الجنوب لازم ابو الدياله يرجع وين هاي وين يعني وين صار يا دولة. طيب اني اشكرك ابو عمر من الناصريه ويانا السيد احمد من الدياله تفضل يا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لك وعلى قناة الرافدين وعلى كادرها ومشاهدين الكرام حياك الله أهلا وسهلا أخويا قبل أن أتكلم بالموضوع بس أريد أقول لأبو شيماء شوية خلي صلعتكم ذرة من القيرة أنت وأنت وأمثالك من نعم. من ديولة إيران نعم بس أنت منيكم القيرة منيكم القيرة أنتم يعني هاي الأطفال ما شوية خلت ضميرك عليها ما يكسر قلبك عليها الأطفال هاي النساء شنو ذنبها وبالنسبة لهاي الحادثة اللي صارت بديالة نعم أنا ما أبري داعش نعم داعش هم 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 والميليشيات ماكو فرق بينهم والميليشيات لكنه داعش أنا مو دفاعا عن داعش ما له علاقة بالموضوع اللي قابها جريمة هم الميليشيات قصدك اللي صار بالرشاد؟ نعم بالمنطقتين بالمنطقتين بالمنطقة الثانية قرية نار الإمام الميليشيات نعم وهذا باعتراف مسؤولين وشهداء وشهود العفو أهل المنطقة والقابلها أيضا الميليشيات القابلها أيضا الميليشيات أه. نعم أيضا الميليشيات لأن أفلسوا أفلسوا وموضوع انتخابات يعني تتوقع سيد أحمد أنه هاي المحاولة منهم بضرب قرية الرشاد حتى يسوون يثيرون فتنة بين القريتين نعم بين نعم أفلسوا وريد ينتقمون من هاي الطائفة ومن هاي الطائفة نعم وأيضا أنه يسوون فتنة نعم على مود ينتقمون ينتقمون من طرفين هذا اللي صار نعم أشكر حضرتك سيد أحمد من الديالة شكرا جزيلا لك عندنا باسم من الديالة أيضا تفضل يا باسم حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام شلونك حين أستاذ حياك الله أستاذ موضوع ديالة والله أستاذ احنا بالليل صارت هاي الشغلة أنا من قرية الرشاد نعم بدت العملية الساعة 9 ليلا اي عندنا شباب
بالمنطقه طالعين شباب جاي يشربون نرجيله، ضبط لهم جهه مسلحه داعش. هاي وين؟ داعش قتل هاي قريه الرشال منطقه الرشال. طيب قتلهم داعش فصارت لا تعرف العالم العوائل، قالوا لهم قتلنا ولدكم وطلعت العالم مسلحه وتطلع تركض، فمن طلعوا عليهم ضربوهم. طيب جرحوا الكثير وكثر تقريبا 13 واحد. بهاي الاحداث وبهاي الاحداث احنا بالمنطقه اي فنايمين، فطبت سيارات مسلحه وكتلت كتله ابن عمي ما تعرفها ساعة 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 ثالثة ونص بالليل. من هي الجهات اللي طبت؟ جهات والله تبدا زي عسكري ما تعرف. لا يعني دي يمشون بسيارات حكومية؟ سيارات حكومية طبونا كتلوا ابن عمي وطلعوا. لان احنا ما تقدر كلش تسوي، تعرف بمنطقة ومحاصرين اي كلش ما تقدر تسوي، كتلوا وطلعوا الساعة بثلاثة ونص بالليل. نعم مكاننا للمستشفى ما لحق وصل توصل نص الطريق. نعم ايه فصارت فوضى كمناطقنا، مناطق امينه، مناطق يعني جيد جدا. نعم بس حدثت هاي الحادثه ودمرتنا وطلعنا من بيوتنا. شنو تفسيرك سيد باسم للهجوم اللي صار عليكم من هاي الجهات الحكوميه؟ والله استاذ تدمرنا، يعني قرابنا بيوتنا راحت، حلالنا راحت. نعم انا اقصد انتوا ليش تعتقدون ان هم هجموا عليكم؟ شنو السبب اللي خلاهم يهجمون عليكم؟ والله استاذ يعني ما تعرف، هي جت جهات مسلحه وهجمت ودمرت وحرقت وكل شيء ما تعرف. نعم سيد ابو سيد باسم من ديالى اشكر حضرتك. نسمع راي محمد من ديالى ايضا. محمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عيني؟ حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل يا محمد. الجماعة يحجون على الحشد، والجماعة يحجون على إيران، والجماعة يحجون على السنة والشيعة، هو من جاب الطائفية؟ ومن استوى الطائفية؟ ها؟ منو؟ من استوى الطائفية؟ منو اللي سواها؟ سواها أول ما نزلت الطائفية وين؟ الناس عايشة إخوان سنة وشيعة وأكراد وعرب ومن كل الفئات من العراق كلهم أخوان. نعم كلهم أخوان، من جاب الطائفية، من إجا حاتم علي سليمان وقام يهوش وعلق العالم بالمخيمات وسوى الطائفية ودمر العراق، باع العراق للسعودية وللأجانب. طيب أنا عندي أنا عوفك من هذا الحكي، عوفك من هذا الحكي، عندي لك سؤال لأن الوقت حيخلص مال الحلقة. إيه؟ اللي صار بقرية نهر الإمام، نعم قرية الرشاد إيه؟ تعرضت إلى هجمة، الحكومة تقول من داعش، راحوا أبرياء ما لهم أي ذنب بهذا الهجوم. كلهم راحوا أبرياء والسبب الإخفاق الأمني في حماية المدنيين، الفشل في تأمين هاي المناطق وتركوا المناطق مفتوحة. المناطق اليوم إحنا يهجم داعش وغير داعش. سؤال اللي صار اليوم في قرية نهر الإمام، تهجير القرية، إيه؟ سكانها، قتل أطفال، إيه؟ اعتداء على النساء، شنو رأيك به؟ الميليشيات هي اللي طبت لهذا المكان. خلّ خدمك تفضل. احنا من ديالة والحشد ما يسوي هيك ولا يقول لك هيك يسوي، بس لكن برد سؤال أحاكيك حكاية واحدة. اي أحاكيك حكاية واحدة، أقول لك العراق اليوم كله اللي يحمي نفسه بنفسه، المناطق كلها إذا ما يحمي بنفسه بنفسه الغريب ليش يخليه؟ هو لما نهجمه على الرشاد، على قرية الرشاد، قرية الإمام ما يجبون عليها، هم أخوان، إذا سنة وإذا شيعة هم أخوان أيضاً. شوف سيد محمد من ديال، أنا أشكرك لأن وقت البرنامج خلص. أهالي قرية نهر الإمام قالوا بأنه اللي دخل إلى القرية عجلات حكومية ترفع رايات الحشد، دخلت حرقت ودمرت وهجرت وقتلت الأطفال واعتدت على النساء وقامت بتنفيذ إعدامات ميدانية في هذه القرية. الناس اللي انفجعوا بأبنائهم، ومثل ما سمعت الشهود، سيارات حكومية دخلت. موضوع تبرئة هاي الميليشيات من الجرائم، حقيقة الموضوع هذا بس مجرد أن أنت تضحك على نفسك به. الناس، قيادة العمليات، شرطة، أجهزة، مسؤولين حكوميين يصرحون بين فترة وأخرى
عن المتورطين. يعني مسؤول بشرطة ديالى يقول ميليشيات شنت عدة هجمات على قرى نهر الإمام، الهواشة، الميثاق الأولى، الثانية والعامرية. هذا مسؤول في شرطة ديالى، يعني رتبة عسكرية بالحكومة، ويعترفون بهذا الموضوع. فموضوع تجون تنفون، يعني هذا حقيقة تضحكون على نفسكم. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، يطيب المتابعة، وإلى اللقاء.